السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخ عبد الرحمن دكير. سؤال اليوم: Do you agree with that؟ يعني واش أنت موافق على هذا الشيء؟ دونك إلا جانا سؤال في هذا القبيل، دونك كيفية النطق هي Do ya دي Do you agree with that؟ 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 دونك شنو هما الأجوبة؟ دونك درنا خمسة الأجوبة. الجواب الأول: I absolutely agree with that. I absolutely agree. I absolutely agree. I absolutely agree. دونك بسرعة نديرو لينكين. I absolutely agree. I absolutely agree. I absolutely agree. I absolutely agree. الجواب الثاني: That's exactly how I feel. يعني تتوافقوا الرأي. That's exactly how I feel. That's exactly how I feel. الجواب الثالث يعني غادي يكون فيه ما موافقوش يعني جيدا، ولكن يعني موافق ولكن فيه شك. يمني تنقولوا I suppose so. I suppose so. Suppose. I suppose so. I suppose so. هي phrasal verbal، يعني تنديرو suppose زائد so. مني تتكون suppose so تتعني يعني أنك موافق ولكن عندك واحد نوع ديال الشك. I suppose so. دونك الجواب الرابع I don't think so، يعني ما موافقش. Do you agree with that؟ I don't think so. دونك بسرعة مثلا في النيغاسيون ما تنطقوش دونت، ما تنبينوش تي، تنقولو I don't think so. I don't think so. تنبقاو في ان. I don't think so. I don't think so. I don't think so. يعني انا لا اشاطرك الرأي. I don't think so. ولا يعني الجواب الخامس هو تقولو انا ما موافقكش على الاطلاق. يا no way no way. Do you agree with that؟ No way. دونك ان شاء الله نذكروا الاجوبه فيما جانا سؤال ديال Do you agree with that؟ الجواب الاول I absolutely with that. ثاني That's exactly how I feel. ثالث I suppose so. رابع I don't think so. خامس No way. دونك إذا كنا موافقين عندك يعني الاختيار بين الجواب الأول والثاني، عندك موافق وعندك شك I suppose so، ما كنتيش موافق I don't think so، ما كنتيش موافق تماما no way. دونك إلى أن نلتقي في سؤال آخر إن شاء الله نخليكم مع ملخص ديال السؤال اليوم والأجوبة. إلى أن نلتقي في سؤال آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.